لو انت عندك مشكلة في العدد، هل هي مشكلة في انه العدد كتير، ولا مشكلة ان انت مش عارف تشغل الموظفين دول اصلا، ولا المشكلة في انك انت موزع الموظفين على سواء على الجهات المختلفة او على الاماكن الجغرافية المختلفة غلط؟ فانت لازم تحدد مشكلتك فين، مش بس تقول لا ده انا هتخلص من الناس وخلاص. تالت حاجة، لما تحب تتخلص من الموظفين وتشجعهم على المعاش المبكر، ادفع من جيبك، ما تدفعش من جيب صناديق التأمينات اللي انت سارق فلوسها قبل كده وتيجي تاني عايز تدفعها ان انت عايز تخرج الناس على المعاش المبكر. الحاجة اللي بعد كده، انه الموظفين دول في كل مكان في الدنيا ليهم حقوق، والمفروض يبقى ليهم ممثلين في كل حاجة انت بتعملها، عشان خاطر الممثلين دول يعبروا عن مصالح زمايلهم. هم فين عندك في القانون بتاعك؟ بالإضافة إلى الناس اللي هم بيستخدموا الخدمة نفسهم، لازم يبقى لهم رأي في تقييم الموظف. انت بتدعي ان انا بغير علشان خاطر اقدم خدمة افضل للمواطن، طب فين رأي المواطن في تقييم الموظف ده؟ وهتعرف مننا اذا كان هو بقى بيقدم خدمة افضل للمواطن ولا ما بيقدمش خدمة افضل للمواطن. لازم يبقى في شفافية في كل الحاجات.